لو الحكاية فيها إن فيجو صور فيديو كمان بيه هننزل على النار اللي فين شوف شمال هتشوف النهارده بس انا مش بنزل الفيديوهات على فيتو منزلش هما حتى بيشتكوا مني بيقولوا الصحفي الوحيد اللي في القسم الرياضي اللي ما بيشتغلش الشغل بتاعي قلت له قلت له ما صور لهم فيك.